سنت دوار قلت لك سنت جامعة مون إبراهيم. بطبيعة الحال واخا أنا لقيت إشكال كبير في السيس التعاونية في الأول، يعني لقيت الإشكال الأول لقيت النساء ديال الدوار ما كانش عندهم الرغبة أنهم يتجهوا ولا يمشيوا للميدان الجمعوي ولا التعاوني باش ينميو راسهم ويزيدوا بالاقتصاد المادي ديالهم، ولكن الحمد لله من السيس التعاونية دابا راه غادي نقول لك يعني واحد تحفيز كبير اللي درت في هذاك الدوار ما كيتصورش. دابا تقريبا البنات الاغلبيه اللي كانت تتعلم الصنعه دابا دفعات لسميتو ولاو خدامين الصنعه التقليديه، ولات عندهم فكره انهم يأسسوا تعاونيه. والحمد لله الدوار دابا فيه تحسين كبير، تحسينات كبيره من تأسس التعاونيه في الان. بطبيعة الحال انا اولا بعدا عندي انا صانعه تقليديه ومشيت لهذا المجال ديال الفلاحه الكسكس ومشتقات الدقيق، حيت هو كان واحد المنتوج الاساسي اللي كان في المنطقه ديالنا يعني من زمان. لقيت جداتي كديرو والوالده ديالي، ولكن واحد المده لقيناه بحال ولا ما بقاش كيدار بزاف، قلت علاش ما ندير واحد التعاونيه ونردو هذاك الكسكس المحلي اللي حنا عقلنا ملي كنا صغار لقيناه يعني تنستعملوه في الدار ديالنا وتناكلوه. هذا حيت الاغلبيه دابا ولا الكسكس ديال الحانوت، قلت ندير هذاك المشروع باش يخدموا فيه العيالات اللي ديجا عندهم فكره على الكسكس الطبيعي، يعلموا معاهم البنات الصغار باش تكون باش تبقى هذاك الكسكس يبقى دائما ما ينقرضش. وبالنسبة دابا حاليا التعاونية راه خدامة فيها من السن يعني من 19 سنة ل 58 عام. الأول كانت عندنا صعوبات بزاف، ما كناش عارفين التسويق شناهو، ولكن الحمد لله مني خرجنا للميدان ديال الجمعاوي وهذا وتكوننا ومشينا لعدة تكوين في التسيير المالي والإداري، تعرفنا على الناس يعني فين ما مشينا تنقولوا لهم عندنا تعاونية وعندنا منتوج محلي من صنع يدوي ديال النساء ديال الدوار ديالنا، ومنتج طبيعي كنستعملو يعني منتجات من المنطقة ديالنا من الأرض، داكشي اللي كنحطو في الأرض ديالنا هو اللي كنستعملو في التعاونية. مي لقيت إقبال كبير، يعني دابا وليت تنبيع الموظفين في الإدارات، وليت تنبيع في أي بلاصة يعني ممكن نحط المنتج ديالي، هو تبقى الحمد لله يعني المنتج ديالي باقي غيوصل للعالمية إن شاء الله. إيوا حاليا عندنا جوج إشكالات، عندنا الاشكال الاول مقر، ما عندناش مقر فين نشتغلو، حاليا كنشتغلو غير في الديور ديالنا، يعني عندنا خاصنا مقر اللي تكون فيه الشروط اللازمه وتكون فيه واحد الشهاده ديال لونطا مكتب الصحه والسلامه الغذائيه. وعندنا مشكل ديال التنقل، يعني كنلقاو التنقل دابا تيكون عندنا معارض، تيكون عندنا مشكل ديال التنقل المعارض، تيكون عندنا حتى النقل في الدوار، عندنا ما فيهش النقل يعني في كل ساعة ولا يعني تخرج مثلا الشانتي كتسنى واحد ساعة ولا ساعة ونص عاد تمشي تجيب المنتج للموظفين، يعني كتلقى الأغلبية خرج ولا هذا يعني كان. بطبيعة الحال أنا المشكل ديالي الأساسي في الأول ما قريتش، يعني انقطعت عن الدراسة في واحد السن ديال 13 سنة وخرجت من الخامس ابتدائي، وأنا كنفتخر براسي ما غاديش نكذب، حيت بهذا المجال ديال التعاونية على الأقل حققت شي حوايج اللي كانوا عندي ديك الساعة بغيت نحققهم ونوصل ليهم، واخا ما عنديش تجربة كبيرة ولا شي نيفو، ولكن الحمد لله أنا كنحس براسي بلي راه وصلت واحد الحاجة يعني كبيرة بزاف. الرسالة الأخيرة للنساء العالم القروي أنهم شنو نقول لك، يعني أنهم يعني ما يأسوش وما يقولوش بلي راه ما عندهمش قدرة ولا أنهم ما عندهمش نيفو ديال القرايه ولا ما عندهمش ديبلوم، ولا راه المراه القرويه عندي كيما كتعطي في دارك مع راجلك وليداتك وهذا راه كتحطيه على برا، وغادي توصلي مادام انك دايره واحد الهدف قدام وبغيتي توصلي يعني غادي توصلي غادي توصلي. الله سبحانه وتعالى ما تيخيب حتى واحد، ومن هذا المنبر كنشكر
جلالة الملك اللي فتح بزاف ديال الأبواب للمرأة القروية، لا في المشروع ديال الانطلاقة ولا في ديال المبادرة الوطنية التنمية البشرية. والمرأة القروية يعني مرأة اش غنقول لك، يعني عندها طموح كبيرة، والحمد لله يعني الانسان مادام عنده رغبة راه غادي يوصل لأي حاجة دارها، يعني دارها هدف ديالو.